انا عشتها الحقيقة. انا عشتها في الحقيقه فعلا بعد وفاه والدتي الله يرحمها. يعني انا قعدت فتره حاسه ان هي يعني موجوده معايا في البيت مش عارفه يعني هو كان احساس غريب بس انا كنت يعني المكان اللي هي كانت بتقعد فيه انا كنت ببقى قاعده وشايفاها قاعده هي طبعا مش قاعده انا هي بتبقى حاجه انت عارف ان هي مش موجوده بس انا شايفاها وبعدين انا حاسه بيها يعني قعدت فعلا فتره شهرين تقريبا انا حاسه بيها موجوده وعايشه معايا. بالنسبه للسؤال برضو الاولاني عايزه اكمل لك برضو وفي حاله وفتره معينه في حياتي انا برضو لما فقدت بابايا انا يعني كنت صغيره لسه في السن بس برضو عديت بحاجه كده غريبه ان انا قعدت كتير انا يعني انا مقتنعه ان هو مسافر وراجع حتى صحابي لما بيسالوني بقول لهم مسافر قعدت كتير قعدت سنين يعني بقول هو مسافر وراجع ما ابتديتش اعترف ان هو مش موجود او اقول الله يرحمه الا يعني بعد 8 سنين مثلا 9 سنين فترة يمكن 10 سنين